السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هناخد بيانات ونظهرها بشكل حلو على برنامج الباور بي اي. طيب هقول له جيت ستارت، عايزين نبدأ. دلوقتي انا هاخد البيانات من الاكسل ونفس الطريقة في كل الاساليب التانية، يعني في طرق كتيرة جدا ممكن تاخد من الاس كيو ال، ممكن تاخد من ملف تكست. طيب هاجي اختار الملف دوت او اي ملف عندك ممكن تصدره من السكادول، تصدره من الريفت وتشتغل عليه. اي ملف في اكسل عندك فيه بيانات تقدر تطبق نفس الفكره. هو هنا بيقول لي ايه الداتا اللي انت عايزها، لان ممكن يكون فيه شيتات كتير. اقول له انا عايز الشيت دوت، دي البيانات اللي موجوده في الشيت، عندي الروم نمبر، النيم، البروجرام اريا، الديزاين اريا. طيب يبقى انا هركز على الروم نيم والنمبر والبروجرام اريا، دي اللي فيها الداتا اللي انا عايزها. طيب كده بقى معانا الداتا. لو حبيت تشوف الداتا تيجي هنا هتلاقي الجدول، وممكن حتى تيجي هنا بالفيلد وتشوف التفاصيل بتاعته. تمام، هو لسه بيحمل. طيب هرجع تاني، واي شكل من دول تقدر انت تختاره، تمام، اي واحد من دول، وتقدر حتى تيجي عند الثلاث نقط دول وتقول له انا عايز اضيف اشكال تانية، get more values visualize، get more visualize، import visual from a file. طيب دلوقتي بقى ده عندي هنا، ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من الاكس هنا والليجن. طيب خلينا اقول له مثلا انا عندي الاكس هيبقى الروم نيم، فتلاقي هنا الروم نيم هتبدأ تظهر عندك، لكن مفيش أي داتا لغاية دلوقتي. فهقول له الديزاين اريا، طيب البروجرامينج اريا بدل الديزاين، واسحب البروجرام اريا في الفاليو. فيبقى عندي هنا اسم كل غرفة وظهر عندي المعلومات بتاعتها خاصة بالبروجرامينج اريا قد ايه بالشكل ده. وممكن تقول له انا عايز الروم نمبر، وممكن تلغي دوت وتعتمد على الروم نمبر بس. فكده انت ظهر عندك البيانات اللي انت محتاجها بشكل ظريف، وممكن في اي لحظة تقول له انا عايزها بس بالشكل دوت. هو عنده الداتا نفس الداتا بس هيظهرها لك بطرق مختلفه.